أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. حلقة اليوم عن النموذج التنموي الفيتنامي، ولكن السؤال: ما الذي سيستفيد منه المغرب والجزائر والدول العربية من هذا النموذج؟ إليكم الحكاية. بداية، عاشت الفيتنام أروع أيامها خلال حرب مدمرة خلال القرن العشرين ضد فرنسا أولا، ثم ضد الولايات المتحدة الأمريكية. خلفت الحرب الفيتنامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية 55 ألف قتيل في صفوف القوات الأمريكية، وثلاثة ملايين قتيل في صفوف الشعب الفيتنامي، خسائر بشرية واقتصادية فادحة، وإنهاك تام للقوة الاقتصادية الفيتنامية. لكن تجربة رجلين ستقودان البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة، الجنرال جياب وتجربة الصحفي والجنرال والمفكر هوشمين، أخرجت البلاد من عنق الزجاجة ومن الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الفيتنامية الأمريكية بعد 1976. اليوم بعد 45 عاما الفيتنام تتعافى، أو الفيتنام دولة متعافية، دولة قوية وفاعلة ومؤثرة في محيطها بشكل كبير وفي جيرانها، وخالية من الفساد، الفساد المالي، الرشوة المحسوبية والزبونية. هي الآن عضو فاعل في رابطة آسيان أو دول جنوب شرق آسيا، تتمتع بسمعة طيبة تم انتخابها لعضوية مجلس الأمن بغالبية 192 دولة مقابل 193 دولة بفارق دولة واحدة، وهو أمر نادر الحدوث في الأمم المتحدة. الفيتنام تتمتع بسمعة طيبة واحترام شديدين وعلاقات متميزة مع دول العالم. والسؤال: كيف قامت الفيتنام بهذا النموذج التنموي وبهذه الإنجازات في هذا الوقت الضيق الذي لا يتعدى 45 عاما؟ أولا، تعتبر الفيتنام دولة قوية ونشطة على كافة المستويات، يصل تعدادها السكاني إلى 95 مليون نسمة، يعملون بجدية على الطريقة الصينية، قامت بتقوية أو بحل مشاكلها مع العديد من دول الجيران بطريقة مدروسة وعقلانية، وكذلك مع الولايات المتحدة لجلب مزيد من الاستثمارات. قامت بتوزيع الأراضي على صغار الفلاحين وعلى الفقراء وعلى المزارعين، وبتوسيع الطبقة المتوسطة وتنويع الاقتصاد وتشجيع الملكية الفردية. وأصبحت خلال 20 سنة، يعني من 2000 لدابة، من أقوى الاقتصاديات العالمية الصاعدة إلى جانب كوريا الجنوبية والصين والهند والبرازيل. أكبر من هذا أنها خفضت نسبة الفقر في البلاد بشكل كبير، تفوقت فيه على الصين والهند والفلبين في هذا المجال الاجتماعي بسياسة اجتماعية عادلة. تلكم هي الفيتنام. ماذا علينا نحن؟ هذا هو السؤال. إذن
من المتوقع أن يحتل الاقتصاد الفيتنامي المرتبة 21، وأقول المرتبة 21 بحلول 2025، وأن تتفوق في المجال الاقتصادي على النرويج وسنغافورة والبرتغال عام 2050. تم اختيارها لرئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا سنة 2020، وتحظى بطبيعة الحال بحالة من السلم الاجتماعي مع نفسها ومع جيرانها ومع الآخرين، وتعتبر من الدول الأقل فسادا والأقل رشوة في العالم. أكرر هذه العبارة لأنها مهمة جدا، تعتبر الفيتنام من الدول الأقل فسادا والأقل رشوة وزبونية ومحسوبية، وتقيم علاقات مع 178 دولة. من طبيعة الحال يسأل المشاهد والمشاهدة الكريمة، لماذا هذه الحلقة عن الفيتنام؟ لماذا نذهب بعيدا حتى دول جنوب شرق آسيا لنختار هذه الدولة الصغيرة المسماة الفيتنام؟ أولا، لاستخلاص درسين أساسيين. أولا، استخلاص سيرة دولة قوية بنيت على أنقاض دولة مدمرة ومحطمة بالكامل. ثانيا، تقوم الفيتنام بثورة اجتماعية وبشرية واقتصادية بشكل هادئ لبناء دولة مستقلة تحافظ على سيادتها وعلى قرارها الاقتصادي والسياسي والمالي، مع تقديم نموذج تنموي ناجح يعتمد على رسم الخطط الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بكل أبناء الشعب وبكل الطبقات دون تمييز. بالعودة إلى الصراع بين المغرب والجزائر والذي طال طويلا، وسباق التسلح وافتعال الخصومات وتصدير الأزمات، هناك من طبيعة الحال هدر للمال العام. على الدولتين المغرب والجزائر اتباع النموذج التنموي الفيتنامي، ليس بحذافره من طبيعة الحال، ولكن في صورته الكبرى، رغم أنها دولة صغيرة من حيث المساحة والابتعاد من طبيعة الحال عن صناعة الأزمات. وتقديم نموذج تنموي ناجح للدول العربية يحل المشاكل المطروحة بيننا من طبيعة الحال بطريقة هادئة وعقلانية مع دول الجوار، بعيدا عن سياسة سياسة ديال التهديد والتلويح بالحروب والاعتماد على قوة بشرية أو صناعة قوة بشرية مؤثرة وفاعلة. والسؤال، أين نحن في المغرب وفي الجزائر وفي الدول العربية من النموذج الفيتنامي؟ ذاك هو السؤال. أيها السادة والسيدات، نأتي على نهاية هذه الحلقة. كان معكم عبد الله الساورة، وإلى حلقة جديدة بحول الله. دمتم في رعاية الله، كل المحبة والمنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا دعمنا في القناة من أجل مزيد من الاستمرار، ومن أجل ويسرنا تفاعلكم وتشجيعكم. في أمان الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي،
وما تنسوش ديروا جيم.